إلهي نعوه خير قبائل هالنصيحة وكفي عن إلهي بقول قربنا نسيه إلهي نسيه ما القرآن مكروه جوجه بابا هين كعاي بلاد كان أذكر هو شو كتير مهر تدوه تقبتي رسول الدين سامي طب كأنا قال كده جوجنا وبالك كقرحي القمر كوك قرحي نهال كدواء يدوك قرحي وحالي وحن مهر تكلب بحنا مجرتو لما مهرات بيتاع يتوه هالك أوراقه تالة سوق أسي جدي مكا تي مهر كنت جها تالة مهر يهيد لما قرنا يو ثانبان وحيرك قرنا وحيران كام كان صادق يعني تاكل صوف قوي وحيه دش وحيه سر سنا هرك خسارة ونقول دعيس ساسا نقولناي الدولة دو نار كسا تاكل اسم الدولة دو وديسنا نايا وح إلهي نعو خير قبائل هالنصيحة وكفي عن إلهي بقول قرب النسيه إلهي نسيه مر قرب مكروه جوجا مر كوا كحالة دو دار كسان ده بحكة شاكين لابد مهرد بالله صار يشكت لابد مهرد حبك خلاص لابد مهرد مر كم قادم مر حبت كم قادم لابد مهرد ما وقوع داي حالي سيدي دي هبيني ما تبكي قرحي إيه مكانة ثمانك سبحان مين يشوفنا سيدي باولي هذا لولا تعالية وأنا الحكمين كري لا يلايمك dibdi miskii waxay yimiday dawladda deegaanka Soomaalida ee ki Soomaaliland oo dhameystiran booyadii shicib ka dhamaan waa isku tagay dad shicib iyo dawladda loo gurmaday wali hada dadka la xakameeyay leeyahay khasaare weyn baan soo gaaray meheradeedii waa tan oo meheradii cameeran baa dhameystiran waad arkaysaa imika kulli wax walba de isha macalina wax weeyaan wax beeraatay ka baxayna ma jiraan hanti aad iyo aad u la xaalay ayaa meesha ku baabaday oo aan de qof iyo laba lahayn oo umadii Ilaahay oo dhan ma baabaday waan iska qadir Ilaahay marka waxa weeyaan waa xeelad lagu cibro qaato weeyaan shalay ina suuq qurux badan oo dhameystiran buu ahaa maantana de waa galgalin maasha baartay cagafto ay maraysay booyadu waa iska alxamdulillaah.